والاستهداف المصالح. عذرا سيدة هبة، أنوه فقط وأنت تتحدثين إلى أننا نعرض هذه المشاهد والصور المتداولة لصاروخ تم إطلاقه من اليمن وتم اعتراضه فوق سماء تل أبيب أيضا. لا أدري هل تتحدثين إلينا وتتابعين الشاشة أيضا. على كل ما يظهر على شاشتنا الآن هو هذه الصور التي وصلت منذ قليل لصاروخ تم اعتراضه في سماء تل أبيب، وقيل أن الحوثيين هم من أطلقه من اليمن. تفضلي تابع إن كان لديك ما تضيفين في حديث البدائل والخلافة الممكنة. نعم، هذا ما كنت أقصده بالضبط، لأن إيران لن تقدم على ضربة مباشرة أو اشتباك مباشر مع إسرائيل ردا على هذه الاستفزازات الإسرائيلية التي تريد جرجرة إيران من جانب وانخراط أمريكي لمساعدة إسرائيل من جانب آخر. ولكن الوقت الحالي أو في الفترة الحالية ستعتمد إيران على ما لديها من ميليشيات في العراق، في سوريا، في الحوثي في اليمن. وهذا ما حذر منه أنتوني بلينكين بالأمس حينما أشار إلى تحذيره من يعني جهات مختلفة قد تقدم على أي يعني خطوات ستغير مسارات المنطقة بشكل كبير. هذا جاي. هو التخوف لدى الولايات المتحدة الآن، لكنها في جانب آخر مطمئنة إلى حد ما أن إيران بكل ما أصدرته من تصريحات تحاول التهدئة وتحاول التقارب وتنأى بنفسها عن أي مواجهة مباشرة تجعل الإدارة الأمريكية مطمئنة. وبالتالي ظهور قيادة جديدة في حزب الله وإعادة توحيد الصفوف ولملمة هذا التزعزع داخل إيران قد يستغرق وقتا طويلا، وهذا ما يطمئن الإدارة الأمريكية ويجعل إسرائيل قادرة على استغلال هذه الفترة للقيام بمزيد من الضربات ومزيد من المكاسب السياسية والعسكرية والأمنية. أشكرك وأعود لسيد صالح القزويني الخبير في الشؤون الإيرانية. أسأل إيرانيا، ما هي الأسماء الأكثر ترجيحا، وهل يمكن أن ننتظر تزكية إيرانية سريعة وهذا الدخان الأبيض يمكن أن نشهده قريبا ليكشف عن اسم الأمين العام بمباركة إيرانية وضوء أخضر إيراني حتما؟ يعني بمباركة إيرانية وضوء أخضر إيراني أو بقرار إيراني، أنا أعتقد أنه أمر مبالغ به، وإنما أعتقد أنه سوف يكون هناك تشاور في هذه المسألة. من الأسماء المقترحة الشيخ نعيم قاسم، النائب الحالي للشهيد حسن نصر الله، وكذلك هاشم صفي الدين. أعتقد أنه هذه من أبرز الأسماء. الشيخ يزبك مستبعد جدا، خاصة أنه يعني خلفية الشرعية، أعتقد مريض الرجل، مريض يعني بعض الآلام لديه، بعض الأمراض لديه، أستبعد أنه يتولى الحزب. أما فيما يتعلق بقضية الرد الإيراني، غالبا ما يكون الرد الإيراني يعني بعد التشييع وبعد الدفن. هذه كانت تجربة الشهيد قاسم سليماني وسائر الشهداء، بالتالي وحتى قضية القنصلية الكثير يعني استبعد أن يكون لإيران رد على القنصلية، ولكن رأينا كيف كان هناك رد على القنصلية. بالتالي كما قلت أنه إن لم ترد الآن إيران، فمن المستبعد أن تجد فرصة للرد على الكيان إذا توقفت الحرب. مع استمرار الحرب والعدوان أعتقد أن هناك سوف يكون هناك رد إيراني. نعم. أشكرك أستاذ قزويني. نتابع معكم هذه الصور التي وصلت منذ قليل وهي لدوي صفارات الإنذار في سماء تل أبيب عقب صاروخ أطلق من اليمن. دعونا نتابعها صوتا وصورة.
يو يا جنوبين قبلوه ونقلوه ما شام تل أبيب يو يا جنوبين قبلوه ونقلوه ما شام تل أبيب يو يا جنوبين قبلوه ونقلوه ما شام تل أبيب يو يا جنوبين قبلوه نعم نعود إذن إلى الأستاذ منير الربيع في بيروت الكاتب والباحث السياسي. السؤال لابد أن يطرح في الحقيقة، ما تأثير غياب أو تغييب نصر الله على المشهد السياسي في لبنان وهو كان فاعلا ولاعبا أساسيا فيه؟ هل يمكن أن نشهد تراجع لدور حزب الله في المجلس النيابي في صنع السياسات عموما في لبنان رغم هذه العطالة السياسية التي تصيب المؤسسات اللبنانية منذ فترة؟ سياسيا لبنان يتأثر بما يجري إقليميا أو بما يجري من أحداث عسكرية ترتبط باستحقاقات إقليمية، وبالتالي العطالة السياسية ترتبط بتعقيدات تتصل بالوضع الإقليمي، ولبنان ينتظر حلحلة إقليمية لتنعكس على الحلحلة السياسية في الداخل. لا يقود ذلك إلى إضعاف حزب الله على المستوى السياسي الداخلي، فالحزب قاعدته الشعبية واسعة جدا ويتمتع ب تمثيل نيابي شيعي كامل إلى جانب رئيس حركة أمل، وبالتالي التنظيم قائم وموجود بالمعنى السياسي. ولكن على المدى الأبعد وعلى المدى الأوسع غالبا ما تكون عمليات الاغتيال من هذا النوع والتي تحظى بقرارات دولية كبيرة هدفها تغيير الأداء أو تغيير الدور، لأننا نعتبر أن الرجال أدوار ولكل زمن دولة ورجال. عندما يتم تغييب رجل معين يكون الهدف ممارسة الضغط في سبيل تغيير السياسة وليس الإلغاء. لا يمكن لأحد إلغاء حزب الله، قد تضعف القوة العسكرية أو القوة السياسية، ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل. لكن هناك أحزاب ومنظمات في سياقات تاريخية مختلفة طبعا تأثرت بغياب أو باغتيال رأسها وقائدها، على كل المقارنة قد تجوز وقد لا تجوز أحيانا ليبقى منصب الأمين العام في حزب يرفع لواء المقاومة والنضالية والتضحية وما شابه، ربما حتى أدبيات الحزب تتأثر كثيرا بقدرة الرجل على الخطاب وعلى التأثير، وهناك أناس معجبون بحزب الله فقط لشخص حسن نصر الله، هل توافق على ذلك؟ صحيح، أوافق على ذلك. هذا لا يعني أن الحزب لن يتأثر، سيتأثر حتما، ولكن ما أقوله حول التأثير المباشر والآني، حاليا هناك 27 نائبا شيعيا من أصل 27 نائبا مع حزب الله وحركة أمل، وبالتالي الأثر لن يكون مباشرا. الأثر على المستوى التنظيمي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري سيكون متوسط وبعيد المدى، ولابد من مراقبة التحولات في السياسة.